هدف وأمنية بنتمناها كلنا إن بيوتنا تبقى سعيدة، إزاي نوصل للبيت السعيد وحياة زوجية سعيدة علشان في النهاية نوصل إن إحنا كمان نربي ولادنا في سعادة ويحصل اللي اتكلمنا عليه في الفقرة الأولى، يبقى أطفال عندهم صفات جميلة، صفات عطاء، صفات إنسانية، صفات رحمة، كل ده هنعرفه ونحاول يا رب نقدر إن إحنا ننفذه من خلال لقائنا معنا ومع حضراتكم الدكتورة منى غازي استشاري الإرشاد الأسري والنفسي. برحب بحضرتك أهلا وأهلا وسهلا بيكي معانا. أهلا وسهلا في بحضرتك. امل للبيوت تبقى سعيده طبعا بجد. طبعا في امل، مفيش حاجه مستحيله خصوصا في العلاقات، لان العلاقات وعلم النفس عموما مفهوش ثوابت، جميل. ملوش ثوابت، يعني مفيش علاقه اقدر اقول لك ان العلاقه دي ناجحه 100%، ما اقدرش اقول لك ان العلاقه دي هتفشل يعني بنسبه 100%، ولكن بعد الابحاث طبعا وبعد المشاكل وبعد العلاقات والحاجات كتير اللي احنا بنشوفها في الجواز، بنقدر نقول ان انا اقدر ابني بيت سعيد باختيار شريك حياه سعيد سواء من الست او الراجل. تمام، طيب خلينا انا نقولها ازاي. خلاص انا يعني ازاي الاول اختار عشان ابني بيت سعيد؟ معاييري، انا ببقى حاطه لنفسي معايير ازاي الشخص ده انا هرتبط بيه. يعني في ناس اتقدم شخص فخلاص لمبدا الجواز، يعني انا عايزه اتجوز لمبدا الجواز، فتقدم لي شخص لا يناسبني. انا لازم ابص للشخص اللي هتجوزه ده لجوانب كتيره، الجانب الاخلاقي قلنا، الجانب النفسي، الجانب العلمي. ما اخدش حد اقل مني يا جماعه واقول ده هيتغير، ما اخدش حد اعلى مني ومش هيستوعبني ومش هقدر اتفاهم معاه لا فكريا ولا ثقافيا واقول برضه ان هو هيتغير. حصلت مشاكل كتيره جدا وحصلت دراسات كتيره جدا، الدراسات دي قالت ايه؟ ان انا لازم اختار الشخص اللي يوافقني ويتوافق معايا، يعني اجتماعيا. بعض ولا نبقى بنكمل بعض؟ لا، هو احنا انا كشخص انا مكتمل بذاتي، واحنا عندنا برضو فكر مغلوط ان انا ناقصني حاجات فانت تيجي تكملها لي. لا، انا شخص مكتمل بذاتي، الشريك الحياه خلاص ربنا يسرني ووفقني ان انا الاقي شريك حياه. طيب في حاجات احنا بنقدمها لبعض، ولكن لو شريك الحياه مش موجود فانا اقدر اكمل حياتي لوحدي. المغلوط اللي بيعمل مشاكل ايه؟ ان انا عايزه احتياج، ليه احتياج معين فده بيقدمه لي، وهي عندها احتياج معين فهو بيقدمه لها. لما ما اقدمش الاحتياج ده تقوم المشكله. صح، فهماني؟ انا ما قدمتش اللي انت عايزه، او هو ما لقاش عندي اللي هو عايزه، قامت المشكله وطبعا تحصل خلافات. طب ما لو فعلا الانسان كائن مش محتاج لحد معاه، طب بيتجوز ليه؟ ما قلتش ان انا مش محتاج لحد، ولكن انا اقدر اادي احتياجاتي لنفسي. لو في شخص جه حياتي وكان اضافه ليا وقدمنا الحاجات دي لبعض بشكل كويس جدا، بس انا عايزه اقول لحياتك على حاجه، انا لما بقعد استنى بيبقى في نفور ما بيني وما بين زوجي، انا مستنيه ان هو يهتم، مستنيه ان هو يحتوي، مستنيه وبزن، ففي مشاكل. انا داخل جوازه لهدف معين وما لقيتش الهدف ده بتحصل المشكله، لان بعد الزواج انا دايما بقول ان الزواج بيظهر الشخصيات، بيظهر شخصية الزوج، بيظهر شخصية الزوجة. في الأول في البدايات كله بيتجمل وكله بيبين أحسن ما عنده، ولكن لما بتجوز خصوصا بيتقفل عليا باب واحد، فببان على حقيقتي مع زوجتي وزوجي بيبان على حقيقته، فأنا من الأول أبقى حاطط معايير عشان ما تصدمش. لان كمان بيبقوا معليين سقف التوقعات، يعني احنا دلوقتي اليومين دول كل واحد بيبقى عايز حد يعمل له كل حاجه في الدنيا، وهو بيبقى داخل بيبقى عايز واحده تعمل كل حاجه في الدنيا، لما بيتجوزوا مش بيلاقوا ده، بيحصل الخلاف وبتوصل اوقات كتير طيب للطلاق. اتجوزوا واختاروا كله تمام ودخلوا بسقف التوقعات العالي، وفي حاجات زي خطوط عريضه كده ستاندر في كل جوازه، احتياجات للست واحتياجات للراجل اللي حضرتك بتقولي عليه تسبب المشاكل. نمره واحد فيها بالنسبه للمراه تحديدا، بما اننا برضو يعني برنامج مراه متحيزين شويه، هنقول نمره واحد الاهتمام. الست بعد الجواز بتلاقي ان اهتمام جوزها بيقل. نمره اتنين الاحتواء، كل المعاني اللي حضرتك قلت عليها، اهتمام، احتواء، حب، تقدير، كل ما يندرج تحت ده اللي هو الحاجات المعنويه قبل ما نتكلم على الحاجات الماديه، كل ده للاسف بعد الجواز بفتره بيبقى مش موجود. الراجل بطبعه، ما انا لازم ابقى متفهم، ما بيحبش يحتوي. لا مش بيحبش يحتوي، الراجل بطبعه هو مفكر، بيفكر عقله، هو شخصيه جافه لان هو مخلوق كده، دي الفطره بتاعته. الست حاجه لينه، حاجه رقيقه، حاجه عايزه احتواء، حاجه عايزه حب، عايزه اهتمام. اقدر اوظف ده زي ما بين الزوج والزوجه، ان انا ابقى راجل مستوعب، ابقى انا راجل متفهم. دايما بقول العلاقه الزوجيه او علاقات الحب او علاقات الخطوبه، بدايه العلاقات عموما بتنجح لما الراجل يكون بيحب اكتر.
ولما يكون الراجل مثقف اكتر، ولما الراجل يكون متفهم اكتر. ليه؟ بيعرف يدير العلاقه كويس جدا. الست لما بتحب اكتر بتخرب اكتر، عشان كده كل البيوت فيها مشاكل كثيره جدا للاسف الشديد. على فكره هي بتحب، بس هي المفروض دي حاجه جميله، يعني اي راجل بيلاقي مراته بتحبه حب كبير، دي حاجه مش متواجده. ما انا عشان كده قلت ايه، لما مراتي تحبني اكتر انا استوعب ده اكتر، لما تغير عليا اكتر انا احتوي ده اكتر، لما تهتم بيا اكتر انا استوعب ده. فعلشان كده بقول لازم الراجل، نجاح البيت هو بيبدا على الاثنين، على الست والراجل. بس الراجل اكتر، انت راجل عقلاني، الست بتفكر بقلبها، الراجل بيفكر بعقله. فمهم جدا ان الراجل يحتوي ويكون بيحبه اكتر. طب لما ما يعملش بقى هي تعمل ايه؟ لما ما يعملش ده عشان كده قلنا في البدايه ايه، ما بقاش متوقعه منه حاجه، هو منتظره منه حاجه. انا خلاص بقيت في بيت وبقى عندي اولاد وبقى عندي كيان، التزم بقى واعمل اتزان، اهتميت اهتميت، ما اهتميتش خلاص الحياة جافة. احنا لسه كنا بنتكلم في الفقره اللي فاتت على ايه، على ايه عايزين نربي اولادنا، على العطاء، على الحب، على طب ازاي بفقد الشيء لا يعطيه. يعني ست داخله او خصوصا الستات اللي عندها شيء من الرومانسيه او ان هي مشاعرها بتبقى عاليه شويه، وبتلاقي ده ما فيش، بتجف، فالجفاف ده بيؤدي الى ان هي بتبقى علاقتها باولادها فيها جفاف. هو مبدئيا مفيش حاجه اسمها فقد الشيء لا يعطيه، هو فقد الشيء يعطيه بشده. بتلاقي ست محتاجه حب فبتدي حب، بتلاقي ست محتاجه حنان فبتدي حنان، وبتحتوي هي عشان هي مفتقده بتحب ده وبتحتوي ده، وتلاقيها حتى بين صاحباتها هي اكتر واحده حنونه، هي اكتر واحده معطاءه، اكتر واحده بتحب. وبعد ما ولكن ولكن بتتعب. ما انا عشان كده بقول ايه، ولكن بحدود وباتزان. كل حاجه افرط فيها باخد عكسها. الحدود الصحيه مهمه جدا جدا. انا بحب حضرتك وحضرتك بتحبيني، واحنا الاثنين مع بعض بيبقى ليها وقت، بيبقى ليها التزام معين، ادي ادي وفي الاخر مش هلاقي مقابل انا هنهار. صح. طب انا ليه من الاول انا ادير حياتي صح؟ وكل ما الست ادارت مشاعرها صح كل ما حياتها كانت ناجحه وكانت متزنه. طب خلينا بقى توضح لها كيفيه اداره المشاعر الصحيحه او الحياه المعنويه للمراه عشان تعرف تدير بيتها صح وتبقى سعيده. طيب حضرتك صباح الخير، صباح النور. ما قالش صباح الخير ما نقولش. لا انا قلت صباح، اصل بصي انا مش هعاتب على اللي قدامي او انا مش هحاكم اللي قدامي انه ما ردش عليا. طلعت من حضرتك حاجه وقلتيها، خلاص انت عملتي ده. تمام. عملت لك اكله وحطيتها، ما قلتليش تسلم ايدك، خلاص. في ست ممكن تخرب تعمل مشكله عشان ما قاليش تسلم ايدك او اكلي مش عاجبك، او كمان الست في او ما ابتسمش في وشي. يعني تقدير الراجل للست دايما بتشوفه بينبع عن ثقه، بتبقى واثقه من نفسها لما يقدرها. أيوة. لا انا بقى خلاص، انا والله عملت له الاكل وانا اكلي حلو وانا شخصيتي حلوه. قال لي صباح الخير، قال لي تسلم ايدك، قال لي اكلك مش حلو، هو انا واثقه في نفسي عشان اقدر اتزن واقدر ادير حياتي، لان انا خلاص بقى عندي اولاد وبقى عندي كيان وبقى عندي حياه. في ست لما تكلم جوزها وتقول له مثلا وحشتني، طب اصل انا مشغول. لا ده حكايات كده. واساس المشاكل الزوجيه حاجتين، هو طبعا كل بيت ليه مشاكله المختلفه، الفهم الخاطئ والسلوك الخاطئ. الفهم الخاطئ ان انت تقولي لي مثلا، اكلمك واقول لك مثلا بتعملي ايه، انا مش فاضيه دلوقتي، بقعد مع واحده، ده بيعمل، ده بيروح، ده بيجي. انا فسرت ده على افكاري. صح. انا صح. السلوك الخاطئ الاهانه، ان انا امد ايدي على الست بتاعتي، ان انا اقارن الست بتاعتي، شوفي اختك، شوفي اختي، شوفي ان هي برضو تعمل ده، ان انا الومها، المقارنات، اللوم ما بين كل الحاجات دي. يا جماعه من مدمرات العلاقات الزوجيه. هل العتاب كمان من مدمرات العلاقات الزوجيه؟ انا اعاتب بقى العتاب، انا بقول العتاب مره واحده. انا عاتبتك وحضرتك اتكلمت معاكي وقلت لك انا بداني، لو انا شخص بستوعب ولو انا شخص مهتم ان انا احافظ على علاقتي بيكي من اول مره مش هستناكي تقولي تاني مره. لكن لو انا شخص بايع الموضوع وبايع القضيه، اتكلمي مع نفسك وقولي اللي انت عايزاه. طيب ما هو في النهايه هنوصل للمفهوم اللي احنا بنقوله ان البيت مش سعيد. لا ما هو ازاي الست، يعني اكيد حضرتك فاهمه طبعا مشاعر الستات. يعني لو ست جوزها عمل حاجه غلط وهي عاتبته مره، ولا مش هعمل كده تاني، وعاتبته مره تانيه وثالثه، انت على طول زنانه، انت عتاب، انت طب ما هي في نفس الوقت ما خدتش اللي هي عايزاه، فهتبقى متضايقه. اللي هي عايزاه اللي هو ايه؟ ان هو خلاص ما يعملش الحاجات اللي هو بيتضايقها. طيب بتضايقها. علشان كده بقول ان انا بعد المشاكل وبعد كل الحاجات اللي احنا شفناها، قلنا ان انا اختار كويس جدا، اتجوزت واخترت، اقدر اقوم بيتي، اقدر اوصل انا وهو. خدوا بالك التواصل مهم جدا. اغلب المشاكل اللي بتحصل في البيوت ان ما فيش تواصل ما بينهم وبعض، ما بيعرفوش يتكلموا مع بعض. المشكله التراكمات على فكره هي اللي في الاخر بتلاقي اتنين بيتطلقوا.
من هي عندها تراكمات وهو عنده تراكمات. لما اقعد اتكلم انا وهو واوصل له وجهه نظري، وعشان كده بقول ان الراجل لما بيكون على مستوى فكري معين ومثقف وبيحتوي وبيحب اكتر العلاقه بتنجح. مفيش مشكله بالعكس، لو الراجل بالشكل ده انا عايزه اقول حاجه، طب اقول لحضرتك الحاجه، هي اصلا الخلافات اللي بتطلع في البيوت هي اللي بتبين يا جماعه العشره، وبتبين الحياه، وبتبين قد ايه انت متمسك وانا متمسكه. مفيش حياه سعيده 100%، ومفيش حياه خاليه من المشاكل. أكيد. ولكن انا اقدر ادير واتعامل مع المشاكل دي ازاي. واحساس الامان في حد ذاته للمراه من الرجل بيبقى احساس تاني، حتى لو هو غلط فيها او عمل حاجات تضايقها بتتحمل، لان حاسه ان هو ده فعلا ده السند اللي هو الزوج السند زي ما بيقول. في ست تحصل ما بينها مشاكل كتيره ما بينها وبين جوزها وما تخرجش من بيتها، عارفه ليه؟ هو ده بيتي، هو ده سندي، هو ده اماني، لان هو محسسها بده. هو ربنا خلق الراجل كده، هي الفطره بتاعته ان هو يكون سند ويكون عون ويكون حب للست واحتواء ليها، لو يفهموا ده. ما هو المفروض هي دي النقطه، هو فعلا لو ده تبقى البيوت سعيده لو جدا. هو فهم طيب ده. عشان برضه ما نبقاش متحاملين على رجال قوي، احنا بطبيعتنا كستات زنانين جدا، يعني دي حقيقه جدا، يعني بلاش يعني لا جدا بجد، بس ساعات بنبقى زنانين في الحق، يعني مش زنانين عشان نضايق اللي قدامنا. طب ازاي نتخلص من يعني الصفه السيئه دي، لان صفه فعلا سيئه ممكن تخرب البيت، او ازاي ان نتوازن عشان الراجل ما يتضايقش، الزوج ما يتضايقش؟ بصي، هو انا دايما بقول ان انا كست لازم اشتغل على نفسي. اوكي، في ستات بتطلع خلاص هي مش فاهمه هي بتعمل ايه، ولكن انا دايما اشتغل على عقلي، اشتغل على مهاراتي، اشتغل على تطوير نفسي. البرامج الزوجيه بقت مليانه الدنيا كلها دلوقتي، تقدري تروحي تاخدي مش قادره حضرتك، افتحي اليوتيوب وافتحي كل الحاجات دي، افهمي منها. صح. افهمي منها انت منك لنفسك. لما مثلا بتزني على زوجك وحصل منه مثلا حاجه ليه، مثلا سلوك ما عجبكيش، بطلي تزني بقى. في راجل بيبين ده بالافعال، يعني انت مثلا عاقبها مثلا ان هو زعل، طب خلاص انت عارفه ان الزن ده بيجيب له مشكله. في ستات زنانه بتزن زياده. بالظبط. لما يزعل يزن زياده لازم اوصل للي انا عايزاه. بتكلمي في ايه؟ علشان كده انا اللي اقدر، خدي بالك انا اكتر حد في الدنيا كشخص عموما كانسان في العلاقات الانسانيه احدد اللي قدامي يتعامل معايا ازاي. لما انا زنيت عليه مره وهو ما بيحبش الزن، ليه ازن مره وثانيه وثالثه؟ طب اخد احصل على اللي انا عايزاه ازاي؟ لا بصي، اصل ده بقى تلاعب نفسيه. والعلاقات اللي بيحصل فيها تلاعب هي علاقات سامه، وده هنروح احنا لمواضيع ثانيه. تمام. انا والله في حاجات اسمها مباشره. انا يعني انا هاخد منك اللي انا عايزاه، طيب النهارده بالزن، وبكره بالزن، وبعده بالزن، تبقي ست ممله. في نفور، هو انت هتلاقيه بره البيت اصلا. صح. يعني يحصل منك اللي انا عايزاه ازاي؟ انا التزم بقى في حاجات مباشره، ان انا نقعد نتواصل بشكل مباشر. انا عايزه واحد اثنين يقدر اعمله. الوضوح في العلاقات مهم جدا، انا بقى واضح مع مراتي ومراتي واضحه معايا، انا محتاج منك كذا. قادر اعمله انا هقدر، مش قادر اعمله خلاص وخلصت. طيب غير الست الزنانه، ست النكديه، ودي برضو من الصفات الجميله المتأصله شويه في بعض السيدات، ان ما بتبقاش عايزه تنكد بس غصب عنها، لان برضو نفس الحكايه، الحاجه اللي هي بتبقى نفسها ان هي تلاقيها، مش بنتكلم على فكره ماديا عشان الناس ما تفتكرش الموضوع مادي، لكن حاجه معنويه اللي بتلاقيها بالظبط كده. وكل الستات دلوقتي بقت بتشتكي من ان هي عندها يعني فلس في الاحتياجات المعنويه. فلما ما تاخدش الاحتياج المعنوي ده بتعمل ايه؟ بتبدا تنكد، متضايقه، طب ما هي هتطلع الضيق ده ازاي؟ فبتنكد عليه. طيب اطلع الضيق ده ازاي؟ اللي هو خلاص الموقف حصل وانا اتضايقت شويه. مش البيت يبقى نكد. ونكد على الولاد ونكد عليه. خدي بالك ان الست النكديه دي، هي على فكره بقابل الستات دي كتير جدا. هي اكتر ست في الدنيا بتدمر حياتها. اكتر ست في الدنيا، يعني في من ضمن الوصايا، يعني انت ان اصر ان نظرت اليها اسرتك. أيوة. ده ربنا اللي قال والرسول اللي قال اتحكي. حتى انت لما تتحكي يمكن هو لو مش هيعمل ده هيعمله. ليه تنكدي؟ في ستات كتيره جدا على فكره لما زوجها، انت كست لما تبص لها تتعقدي، ما بالك بقى لما تبقى قاعده مع راجل في البيت. لا والكشريه، ست الكشريه دي فظيعه. طب في دقيقه بقى عشان الوقت خلص، يعني ادينا كده نصايح كده، 1 2 3 4 اعمليه عشان حياتك تبقى اهم أزعي. حاجه جدا ان انا للناس المقبله على الزواج، اهم حاجه جدا ان انا اختار حد سوي نفسيا. اختار حد على مستواي الفكري والعقلي والاجتماعي وكل حاجه. اتجوزت احاول احافظ على بيتي، ما زنش، احاول اوازن الامور. الراجل يتنزل شويه، الست تتنزل شويه، الحياه هتبقى كويسه جدا، وان شاء الله يعيشوا في سعاده وامان باذن الله. يا رب امين يا رب، بيوتنا كلها تبقى سعاده. بشكرك جدا، نورتينا يا دكتور.